تعالى ما قدر يقول ان هاي فوهبي حرام. يعني هذه انا اشوفها تاريخيه. سالناه عن هل اللي يحتفلوا بالرقص والاشياء هذه هل هم من المؤمنين؟ قال اي مؤمنين. اللي في الميدل بيست هذول قاعدين يرقصون اخوانهم ويبادون مؤمنين عادي. جويريه اختنا طلعت لطمته بسؤال والله الين يوم القيامه ما يصحى منه. يوم قالت له اخواننا المسيحيين او عفوا مو اخواننا اعوذ بالله يوم قالت المسيحيين وقفوا الاحتفالات وانتم اخواننا مستمرين في الاحتفالات في السعوديه. اعطيني تعليقك يا سيف وطلع لي الناس خلاها تعطي تعليقها بسرعه في اقل من 30 ثانيه كل واحد 30 ثانيه. طبعا بس ما تلزمنا يا اخي بعد التلطيش والتصفيق هذا تبغاني اعلق في 30 ثانيه؟ لا لا انت سيف انت واسطه انت واسطه. اولا والله حي عينك ويا لبى يا اخي دهائك اقسم بالله انك اسطوره. لكن صحيح يعني الامعة هذا صاحب التحيه الزائفه انه ما يقدر يجاوب. يا الله ما يقدر يجاوب على هاي فوابي حرام ولا حلال. هنا تعرف انه يعني كلب ماجور ويعني وذليل رخيص عند حكامه واولياء اموره. للاسف انا عارف يا صالح انك انت ما كثرت اسئله تبغى تبين للناس انه هذه الاسئله اللي الطلاب اللي في الروضة اليوم يقدروا يجاوبون على هذه الأسئلة لكن ربنا أخزاهم. أقسم سيف بالله والله 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 سيف سيف هؤلاء. سيف والله عندي أسئلة قلت كذا ما أعطيت لهذه الأسئلة ترى تافهة. أنتوا شفتوها أسئلة تافهة. أنا بالنسبة لي هذه ورب الكعبة وأنا أقول أصلا مستحي ترى هل هي فوهبي حرام ولا حلالين تافه. هل اللي يرقص الميدل بيس من المؤمنين هذه أسئلة تافهة. يعني أنا لو طلعوا معي مشايخ وطلعوا والله راح أسألهم في الأحاديث وراح أجيب لهم آيات واستدلالات وأحاديث. هذا مو كفو. هذا هي فوهبي ما يقدر يقولها. ولا تدريش اللي قهرني يا سيف يقول أنا أجاهد بجهاد الكلمة أجاهد بجهاد الكلمة ودافع لها رقصات. قهر الله من يقهرك يا فخر. لكن تعرف شي اللي ضايق يا صالح إنه يعني ليش ما تقدر تجاوب ما تنصر دينك ما تنصر ربك في هذه الأسئلة. والوهلة أنا حسيت إنه المناظرة صالح في الميزان. يعني يا تافه يا أحمق والله. هاجم افكار هذا الشخص. تهاجم الشخص نفسه ليش تهاجم الشخص؟ انت ما عنده عاجبني. هو ما يقدر يدافع والله انا ما الومه سيف. ما يقدر يدافع محمد سلمان والله ما يقدر. والذي رفع السماء بالعمد هو قاعد يهرب. انا اصلا حاطين مناظره محمد بن سلمان في الميزان يستخص على حمامه. يا اخي انا قلت لكم انا حتى الناس اللي اقولهم هنا لا احد يصدقني. الادله اللي عرضها ابحث وراي شباب. احنا ما نصدق احد احنا ما نصدق احد حلو الا الله والرسول. هذول المصدقين بالاطلاق عندي انا عرفت. الباقي كله يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر كما قال الامام مالك. انا اي معلومه اجيب لكم اياها قلت لكم في جسر بري روح ابحث وراي. قلت لكم وزيره المواصلات الاسرائيليه تم تروح ابحث وراي. قلت لكم ترامب روح ابحث وراي. قال ان السعوديه لولا السعوديه لهلكت اسرائيل. اي معلومه احطها ابحث وراي. لا تسلم بالاطلاق. هذه انا دعوتي دائما للناس لا تسلموا بالاطلاق حتى معي انا. احنا ما ناخذ بالتسليم. الله يرحم الشيخ عبد الله حامد كان يقول علماء السلاطين يريدوننا او السلاطين يريدوننا ان نكون مثل القطيع. وظيفتنا ان نسمع ونطيع. لا احنا مو مثل القطيع. احنا عند الله كرمنا بعقول. طلع لي قستات وكمل يا اخوي سيف في التعليقات. طيب جميل انا بس حابة اقول بس هذه النقطه انه المناظره انحسمت من يوم ما بديت يا صالح انت اول سؤال هو ما استطاع أن يجاوب عليه. فهذه المناظرة يعني محسومة من ذاك الوقت. المسألة الثانية انتصارك يا صالح. أنا بس أبغى الناس تفهم أنه انتصارك اليوم انتصار لكل الأحرار انتصار لكل الشرفاء من كل الدول. وأنا كنت شايف دفاعكم يا أخوان في القست وفي التعليقات. بيض الله وجوهكم وشكر الله سعيكم والله وكفوا وما قصرتوا على الأشخاص اللي قاعدين يدافعوا. اليوم الإمعات هذولي قاعدين يناصروا شخص يناصر الإسرائيلي في نفس الوقت. أنا كنت أتمنى يا صالح يوم قال إنه إحنا ما نسوي يعني ما نوقف الاحتفالات لأي سبب كان قلت له إنه السعودية وقفت الاحتفالات حدادا لأمير الكويت عندما توفى. هل صح. أمير الكويت أشرف اليوم من أطفال فلسطين؟ عيال 66 كلب يا أحسنت. والله هذا فاتني السؤال صراحة سيف. أنا كنت يعني سيف أنا ما تعرف ما استغني عنك سيف. هذه الأشياء لازم تساعدني فيها سيف. أنت إنسان يعني أنا حنين معاهم ترى. أنت لما تدخل سيف تدخل تضرب بقوة الله يهديك. أنت قلبك قاسي طالب مبتدئ.
حبيبي الله يحفظكم. تفضل طيب عنفور. صعدوا يا اخوان والله اني قاعد السوق. اللي عنده اشراف يا اخوان تكفون تكفون صعدوا متعبكم. طيب يعني ما شاء الله عليك يا شيخ صالح كفو والله كفو ألف كفو. يعني في أشياء كثيرة لكن أنا ما ودي أطول لأن فيها أكيد أخوان ودهم يتكلمون بعد. هذا إنسان مغسل وجهه بمرق خنزير مرق خنزير فطيس بعد. النقطة الثانية الهجوم على صالح يا أخوان وتلفيق مسألة المذاهب والأشياء هذه لا يعني ما لها علاقة أصلاً بمواقف محمد بن سلمان وحكومة بن سلمان المحاربة للإسلام. هو يوم انحشر ولا قدر يرد على النقاط هذه ما عنده إلا الإسقاط على وتلفيق الاتهامات الباطلة على شخص اللي أمامه اللي هو الشيخ صالح. لا ماني شيخ والله ماني شيخ أخواني خلاص أخونا صالح حتى لو صح ادعاءه. لا لا قول فضيلة فضيلة الشيخ كان يناظر مثلا شخص خلنا نقول نصراني ما يعني ما له داعي انك تشخصنها معه. رد على الاجابات اللي والتدليس اللي جالس يسويها سيدك محمد سلمان. المساله الاخيره معليش طولت الاسقاط على طفله واتهامها انها تكذب الطفله الفلسطينيه بان كلامها من امها وليس منها هي هذا شيء مرفوض وهذا يدل على شيء فانه يدل على يعني صغر عقله وفراغ اوجعتهم فورد فورد والله إيه؟ توجعتهم والله وجعتهم جويريه الله يحفظها ويا الله يا ربي إنك تحفظها وتنصرهم في فلسطين. والله جويرية هذه نعالها يشرف كل حكام العرب أوسخ نعال عند جويرية هذه. يا أخوانا أنا أنصحكم تتابعوها. الله يجزاك الجنة فور. تفضل يا محمود على عجالة بالله. أنا والله عندي تعليق عندي نقطة أخيرة. أنا صديقي رفيقي اليوم واصل عنان السماء منتصر لازم أنا إيش أكمل نقاطي كلها. أولا يا أخوان دائما أنا أكرر أنه انتصار والله العظيم لا هو من دهاء صالح ولا من ذكائه ولا من عبقريته لكن اليوم صالح يتبنى قضية عادلة. لهذا أقسم بالله لو يجيبون أي يا أخي أشجع أذكى رجل يعني العبقري في السعودية اليوم لا يستطيع أن يجابه الحق اليوم بما أنه يدافع عن الباطل. فأنا أقول أحسن. انتصار صالح ليس يعني من عبقريته لكنه يتبنى قضية عادلة وهؤلاء لا يدفعون إلا عن باطل. هذول يعني. الوطنجية شوفهم في القست كاتبين صالح جايب أطفال والله أنتم مشرف هذه نعالها يشرفكم والله نعالها يشرفكم من أولكم لآخركم. هذا أبو عيال وهذه طفلة والله الناس كلها معاه عقل وتعرف مين تعرف مين اللي على حق الطفلة ولا هذا. الآن سؤالي يا أخ محمود أنت أخ محمود الآن في شمال غزة صح ولا لا؟ صح صحيح. هل كلام بالله جويرية خطأ أم صح؟ تفضل. لا والله صح كلام